كثيرة نسوية شبابية استذكارا لأرواح الشهداء اللي سقطوا باحتجاجات تشرين 2019، وبنفس الوقت نجدد العهد لهم ونقول لهم احنا باقين نكمل ما بدأتوه. نقف إجلال وإكبار لكل قطرة دم سالت على أرض العراق، ونتمنى أن تتحقق المطالب، وأول مطلب هو كشف عن قتلة المتظاهرين وإقرار قانون للانتخابات عادل. لما دخلت يوم 11 الانتحار تغيرت حياتي كليا، كنت ما اعرف شنو السياسه، ما اعرف شنو احتجاج، ما اعرف هالاشياء. لما دخلنا هنا تغيرت حياتنا كليا، صرت من طالب وفنان الى محتج ومشارك بالاعلام السياسي ومشارك بالسياسه، واعرف شنو السياسه واعرف شلون احكي واعرف شلون اخذ مطالب وحقي واطالب بهم. ليش 25 اكتوبر حتكون اكبر؟ لان 25 اكتوبر ما ذيك السنه هي كانت اضخم انتفاضه بالنسبه لنا، واضخم والاندلاع الحقيقي الكامل للثوره واللي استمرت لحد الان، فهي حتتكلل يعني حتكمل سنه كامله عليها من 25 ل 25.